جايين نقول لك كل سنه طيبه. وتامر جاي يتكلم معاك شويه. انا زعلانه من تامر. ليه؟ طب خد بقى صالح ماما بقى. حبيبي جايين دار مسنين كلنا بناكل اللقمه واحده ونص اثنين وننام. ليه؟ لان برضو الساعه بتصلي العشاء وننام. يا حرام قاعدين هم هناك بالسنين. تامر حسني، تامر حسني مين؟ الستات العواجيز كلهم قاعدين. رحنا لهم. رحنا لهم. مفيش عواجيز هنا اصلا. في عواجيز هنا. انا لا. حضرتك كام سنه؟ 75 سنه. طب ما شاء الله. ده انت هتلعب معانا كوره دلوقتي؟ اه هلعب معاكم كوره. يلا بينا. انت عارف انا يعني ما تقنيش في ماشي ايه؟ اللي انا وقعت اتكسر العظمه ال معلش. الف سلام عليكم. بيقولوا علي الفخذ. فعملت طبعا عمليه، حط لي 7 شرايح. فدي بتخليني دلوقتي امسك. لكن انا اصلا باليرينا. طب ده احنا عايزين نتفرج بقى على الحاجات دي. بعد ايه بقى؟ بعد كده. بقى لي كام سنه هنا؟ بقى لي سنه وشهر. هنا ليه بقى؟ رجعت لهنا؟ اه. قصه طويله يا استاذ عمرو. ما عنديش شقه. عندك اولاد؟ طيب كان عندي ولدين. ولد مات قبل فرحه بشهر في حادثه، والتاني مطلع عيني. هو ليه مش بيسال عليك؟ ابني. ابنك بيسال عليا كل حاجه، بس ظروفه. وبعدين احكيها لك. اه يعني هو ظروفه صعبه. اه اه صعبه. الحمد لله رب. احمد ربنا ان انا بقدر اروح الحمام لوحدي. احمد ربنا ان انا بشوف. عايزه اعمل عمليه العين، معيش فلوس اعملها. بجد بجد. العمليه دي عندنا. عندنا الله يبارك لكم. عندي تاني على طول. انا عملت واحده، وكان المفروض من 2003 اعمل الثانيه. الظروف طبعا كانت عملت تامر معايا وحبيبي. باذن الله خلص البرنامج ونعملها على طول ان شاء الله. يبارك لك يا حبيبي. الله يبارك لك. نفسك في ايه؟ عايزه ايه؟ نفسي الاقي سكن لابني، لان بينام في محل رخام، فعايزه له شغلانه يكون فيها بيت. هو ابنك عايش فين؟ في اسكندريه؟ لا لا لا، هنا في مصر. هنا؟ ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل حاجه. ان شاء الله يا رب يجازيكم كل خير. عايزين نقول لك يعني باذن الله كل سنه وانت طيبه. نصيحه دي بسيطه كده. انا هفتحها لك انا. طب الف خيرك يا تامر. لا واحد فيه على بقى على العبايه حاجه حلوه بقى كده، عشان ايه السهره بتاعتنا دلوقتي؟ هنقعد نغني دلوقتي ونحطها على كتافنا.